أهلا بكم. إسماعيل فروخي فسبيل المرميد FBM المواجهة. هو مخرج لغون فواياج، تلك الرحلة الكبرى التي أبدع فيها الراحل محمد مجد، وأخرج ليزوم ليبر الذي اعتمد فيه ضيف العدد على طاهر رحيم وميكائيل لونسدار، وهو مخرج ميكا. وهو قبل كل هذا الكلام مخرج مغربي بدأ سينما هناك في فرنسا. ضيف العدد كان على الدوام، دائما تنقل بين بلدين وبين ضفتين، وحقق أفضل انطلاقة ممكنة في السينما. كان ضيف القنوات الفرنسية في عشرات المناسبات، وكان النجوم كثر يقبلون اقتراحات المشاركة في أعمالهم. فيما بعد حدث ذلك الهدوء الغريب في مساره. يكفي أن تجلس إسماعيل فروخي لدقائق لتحس بأن الرجل فنان حقيقي، والسينما الحقيقي في نظري هو الذي لا يتحين كل الفرص لتلميع أفلامه. السينمائي الحقيقي هو الذي يصنع أفلامه ويتركها تتكلم عن نفسها دون حاجة للثرثرة. إسماعيل فروخي كان يفترض أن يحضر منذ سنوات للأفبام، لكنه كان على الدوام يتخوف من أن تخونه دارجته المغربية. اليوم سأحاول أن أجعل من عبوره حلا لهذه العقدة. نحن المغاربة نتواصل في آخر المطاف، لدينا تلك القدرة الرهيبة على التواصل فيما بيننا، وبالتالي إسماعيل فروخي يحضر وسيتواصل معنا بسينما محمد مجد وكاترين دونوف وميكائيل لونسدال وسامي الناصري ونجوم كثر اشتغلوا معه في أعماله، وهو ضيف الFBM الموعد الذي يقترب من تدريجيا من العدد 50 بعد 400. والسلام، لنعبر. سي إسماعيل فروخي، مرحبا بك في الاف بي ام. فهمتي شويه لانترو؟ اييه شويه تبعت. ها تبعت تبعت شويه، باين مزيان داكشي. ايوا تبعني واعر ماشي مزيان. اللي بغيتي دابا سي إسماعيل، مرحبا بك في الاف بي ام. وجبتي لينا شويه الدارجه ديالك. اييه شي شويه. شوف، راه بغينا الناس اللي كيتبعونا اليوم يسمعوك ويعرفوك مزيان. هاد ليبيزود ديالك انت، غير هضر وتكلم مع راسك، وتا الا جاو شي كلمات هكذا ولا هكذا بلغه اخرى ماشي مشكل. لو بلوز امبورطون، الاهم هو اننا اون سورت دو كومونيكاسيون لاتيرال غادي نحطوها، غنتواصلوا. حنا المغاربه كنعرفوا نتواصلوا ياك. صافي وانا هنا باش نعاونك، والديبلوم ديال الدارجه غتاخذوا اليوم من هنا من الاف بي ان شاء الله. واخا مرحبا بك. واش نمشيو نبداو ولا باش بغيتي نبداو من الاول اولا من الفيلم الاخر؟ اللي بغيتي من الاول واقيلا احسن. شوف والله ما نخسركش خاطرك. الله يعطيك. هذا واحد السؤال قبل ما نمشي نرجع للمرحله ديال الصغر ديالك انت. انت واحد من المخرجين المغاربه سي إسماعيل اللي داروا وحده من افضل البدايات، ان تري بون ديبي في الباركور ديالك. كانوا البيبان مفتوحين لك مزيان، اولا من احنا من المغرب اللي كنت انا في ديك الوقيته كان كيبان لي إسماعيل فروخي مفتوحين له البيبان بزاف في فرنسا. والفيلم الاولي طويل الاولي ديالك لو بروميير لون ميتراج لو غون فواياج اللي مازال نتكلموا عليه درتيه في 2004، ومن بعد جا الفيلم الثاني لي زوم ليبر في 2011، وفيه شاركوا نجوم كبار بحال ميكائيل لونسدار اللي توفى وطاهر رحيم ولبنى ازابال وغيرهم. كانت السميه ديالك رايجه في فرنسا، وإسماعيل فروخي حاضر في لي بلاطو تيلي في فرنسا، ولكن في الوقت اللي كنا كنتسناوك تزيد تكمل في نفس الطريق وبنفس الايقاع او الاكثر، بنفس الريتم او الاكثر، اغبرتي وبزاف. من بعد 2011 تسنينا حتى 2020 عاد جا الفيلم الطويل تال ديالك ميكا. اشنو وقع لك سي إسماعيل؟ وقع بزاف الحوايج. دابا الحاجه الاولى، انا دابا كنت ندير الفيلم تنديرو ما تنفكرش على شنو بغاو الناس، شنو تندير حاجه اللي جات لي قلبي فوالا القصه ديالي، وما نخممش. هذه مشكله، علاش كنقلب الفلوس تولي مشكله؟ باسكو شي با لا مود، ماشي ما داخلش مع داكشي اللي تيديروا الناس وداكشي، دونك شويه صعيبه. دونك هادي سي اون دي بروميير شوز. ودوزيام شوز، السيناريو تنخدم فيه بزاف، جو سوفر كي تندير السيناريو، زعما تنعاود نكتب تنعاود نتفكر كيفاش علاش وداكشي، حتى نوصل واحد الوقت حتى التورناج مازال ولكن نوصل واحد الوقت صافي لقيت واحد الكيليب هو اللي غادي تشدو. اييه شوف دابا سي إسماعيل، خاصنا نعرفوا واش المشكل
عندك او لا في الناس الاخرين ستير الناس اللي مكلفين بالبرودكسيون؟ لان الا بقيتي كل 9 سنين هاي اسمح لي نقول لك الا بقيتي كل 9 سنين او 10 سنين قال في واحد تعطينا تعطينا فيلم طويل راه مشكله. مازال باغي نعرف فين كان المشكل. مثلا 10 سنين كتبان لي انا مده طويله. مشكله وقال حتى انا شويه بون انا عندي لا فوت ديالي شويه انا بيرفكسيونيست شويه بيرفكسيونيست وماشي واحد اللي خدام ليل ونهار نختار نخدم مع لاسبيراسيون مع وكان وعندي لي زونفون حتى هما ما بغيتش ندوز حدا لانفونس ديالهم دونك ندوز معاهم وفوالا هادشي اللي تاي مي في غالونتي اوسي. كان دي بروجي كو جاباندون كاين بزاف البروجي كتبتهم وصلت واحد الوقت قلت بحال دابا دابا عاد دابا كملت واحد السيناريو عاد كملته يا شهرين ثلاث شهور ولكن طلعت واحد القضيه في حياتي اللي قالت لي لا ماشي هذه هذه لا بريوريتي ماشي هذه بريوريتي فوالا بدلت السوجي وبديت واحد السوجي اخر الاخر مكتوب بوزي ولكن بديت سوجي اخر وصعيبه عاد صعيبه السنين ديال الكتاب وعاد ترجعي ونقدر نمشي معك بصراحه صعيبه حتى فينونسيرمون حتى ماليا حتى فينونسيرمون سي كو انت تخصص بحال بواحد العامين ولا ثلاث سنين ان بروجي اي ومن بعد تخليه شويه قاصحه عامين وكم ماشي بزاف ثلاث سنين اربع سنين دونك صعيبه بزاف ولكن ما نقدرش نبدل هذه القضيه ما عرفتش كي ولكن سي مالغري مو ولكن في لا فان دي زاني 90 في الاخر ديال سنوات التسعينات وبدايه 2000 ما كانش عندك هذا المشكل كنت برودكتيف مي افون كنت كتنتج في لا تيلي سينما كور ميتراج مويا ميتراج لون تيلي فيلم ديك الساعه كان الجهد ولا كيفاش؟ كان الجهد وكنت مازال ما كانش عندي ولادي وليداتي وكانت واحد الانرجي كاينه كنت نكتب بزاف لي سيناريو مازال تنديرها ولكن فوالا سي فري كنت كانت عندي واحد الانرجي كان عندي الوقت كان عندي كان عندي كل شيء توتي بوسيبل دونك هادشي حتى الوقت كاين حتى الوقت كاين واخا نمشيو دابا نرجعوا للاول. انت قريتي في فرنسا وكبرتي في فرنسا في اين ريجيون؟ لا دروم، لا دروم هي في الجنوب ديال فرنسا. واحد الفيلاج مدينة صغيرة. مشيتي من القنيطرة مشيتي عندك عامين انت. عامين، هادشي علاش الدارجة ديالي. علاش الدارجة؟ لا راه مزيان دابا راه شوف. حتى المخرج راه كيقول لي في لغيات كيريحني كيقول لي بأنه راه كنفهموه أحسن منك. شكرا. يعني كيفهموه أحسن مني يعني. دونك أنت قريتي في فرنسا وكبرتي في فرنسا ولكن من بعد ما قريتيش السينما ملي كبرتي. شو هاد لا فوتو هادي بعدا؟ اييه هذه وي هذه هذه في كريست 69 اييه 69 كانت عندي سبع سنين ست سنين مازال جون مع راسك مازال سن عرفتيني فين كاين؟ لقيتي ما عرفتينيش فين كاين؟ لا في الصف الثاني في الديزيام برافو عليك شوف كاين غير واحد ديال كاين غير واحد تيبان كاين واحد انت في الصف الثاني كاين هادشي في كريست دونك منين كبرتي ما قريتيش السينما لا انت علاقتك بالسينما انا تبقى لي قريت عليها وخليني نكون واضح حتى مع الناس انا راك بديتي كتكبر شويه واللي دخلك لعالم السينما هي الوالده ديالك الله يرحمها هي رحمه هي اللي جات انا بصراحه نبغيك عافاك تشرح للناس هاد القضيه ونخليك الوقت كامل لان انا هاد المساله عارفه اي سي ان ديتاي تري توشون كاين الناس اللي كيمشيو يقلبوا على مدرسه السينما انت لا مدرسه السينما كانت هي الوالده ديالك الله يرحمها عاود لينا هاد القصه هادي وتفضل خذ الوقت ديالك اول حاجه الوالده كانت تبغي تفرج في الافلام وتتبع وتتحمق على الافلام ديما تلقاها حدا التلفازه ولا حدا في التلفازه وكان عندها واحد القضيه كانت تبغي هذوك الافلام اللي تيسموهم السينما المينوي بكري هذيك نهار الحد في الليل مينوي تجي 12 الليل تيطلقوا الفيلم وهي تبغي تشوف الفيلم ولكن ما تفهمش فيها سو تيتراج اللغه ما تفهمش وما تفهمش القرايه دونك تدير تتسنى حتى كلشي مشى ينعس وفي الليل تجي وتتفيقني بشويه هذه ولات اون زعما ولات كل يوم بحال هكا كل تولي ديمانش فوالا كومين شاك ديمانش وتتفيقني وبشويه ونمشي نشدوا الباب للصالون ونطلقوا الفيلم وانا تنقولها شنو كاين شي وانت تتبع الفيلم انا وتديكوفري تي غران فيلم كلاسيك فيلم سينما ايطاليان سينما هذاك السينما اللي تيحمق وانا جي ديكوفر كل شيء هكا كل تو لي ديمونش كل حد تنتفرجوا في الفيلم وانا تنقولها شنو كاين
و دي فوا كان السينما ايطاليان شويه كانوا الفيلم باسوليني كانوا الفيلم شويه كتكونش لقيتها هكذا ولا هكذا فوالا دونك ايوا شنو كدير؟ كنت تتبع الفيلم وهي كنت نعطي لها ان اوتر فيلم باش ما باش ما ديرش باش ما تحرش ديرونجيش باش ما ديرونجيش باش تبقى تشوف الفيلم دونك تحكي لها حكايه ماشي هي اللي وانا تبعنا حتى انا نتسنى واش غادي يطرا وداك الشيء وخاصني نديرها سا سيتي مي بروميي سيناريو غادي اول سيناريو اللي كتبت هما هذوك ولكن ملي زدتي كبرتي عرفتي بانه هذا هو الميتي اللي انت باغي ما كنتش مازال لا ما كنتش مازال 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 هذه بقات فيا ولكن نسيت وانا انا كنت نحلم بغيت نكتب الكتاب وما عندي وما عنديش هيك هذاك الطالون ديال ليكريما ولكن قلت بغيت نحكي بغيت نشوف راكونتي دي زيستوار هادشي اللي عجبني و حتى كبرت واحد النهار قلت صافي غنقري شي حاجه كتبت كتبت واحد لا نوفال بحال لا نوفال هي انسبيري ديال لو في ريال وقريتها واحد صاحبي وقلت له شوف واحد صيفط لي هذا الكتاب قول لي واش بغيتيش تقول له لا 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 انا حشمت سورتو با فوالا سورتو با وقرا قال لي هذا سي دو سينما وهذاك الشيء وانا تقول ناري هذا الشيء اللي خاصني ندير صافي وقلت له انا اللي كتبته قال لي لا قلت له صافي غندير ها هو هذاك الاكسبوزي الاكسبوزي العرض 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 راك شاد العرض اي شويه في 93 الاكسبوزي اي فيلم قصير 24 مينوت 24 مينوت اكزاكتومون وفي 96 درتي الاخراج ديال لانكوني اييه هنا سي مويا ميتراج 36 مينوت 36 دقيقه انا اللي غنرجع نهضر بالفرنساوي دابا شتي عليك شتي الناس عاشوا انا غير حيت سي اسماعيل كنعاونوا سي اسماعيل ولكن راه الدارجه مزيان الحمد لله مويا ميتراج من البرودكسيون انتاج ديال كانال بلس وارتي كانال بلس ارتي ولو بروديكتور كان توما لانغمان توما لانغمان و هاد لانكوني انا عاجبني نهضر عليه عرفتي علاش وهذا واحد الوليد في المغربي مشى وعندو واحد الجهه في مكناس مشى في الوالدين ديالو رحلوا للقنيطره مشى عندو عميل لفرنسا الكخيست شويه كيجي كيعمل ليكسبوزي كيدير لانكوني شكون كتلعب معاه كاترين دو نوف ميكي مونوفيتش كانت يعني دابا انت كنت مازال صغير وكديريجي هاد السيده هاد يعني انت كنتي مازال شاب في البدايه ديال كما قلتي وجاتك الفرصه باش تخدم مع هذه السيده هذه كاترين دونوف اللي هي راه حاجه ما سهلاش شكون اللي كان معاهم في ديك الوقت كيفاش ما يمكنش تكون الحاجه عاديه وراه كاترين دونوف لا كانت صعيبه شويه ولكن انا اول حاجه هذاك الاكسبوزي كي كملته مشى لكان ومشى وخذ الجائزات دار شي لعيبات وقالت لي بغيت نشوف الفيلم ديالك قبل ما تعطيني تجاوبني حتى واخا عطيتها ليكسبوزي شفتو عجبها وداك الشيء وقالت لي فوالا بس واخا اون ترافاي انسون غادي نديرو هذا دوك انا فرحت وطلعت في السما وقلت دابا كيفاش غنديريجي انا هذا السيده انا خدمت هذوك ليكسبوزي فيها غير الناس اللي ماشي منتلين خديت الناس ديال الفيلاج ومشيت درت كاستينغ زعما كاستينغ سوفاج كاستينغ سوفاج دابا هذه عندها شحال ليكسبيريونس وانا ديبيتون وداك الشيء وتفكرت قلت شوف بقى كما كنتي في الاول بقى هذاك الشيء ديرو بقلبك الفكره ديالك وهذاك الشيء دونك هي اللي عجبتني سيتي كوراجو دو سابا باش تجي تخدم معايا هي منتي عمرها ما دارت كوميتاج وانت دير كوميتاج ما واحد دونك ديجا سيتي ان كادو جو رميرسيغي جامي اسي لو جاست اللي دارت واعر وحتى هي بغات دير هذا الشيء بغات تخدم مع الناس وبغات البولي بخون دي ريسك وصورنا هذا الفيلم انا جبت ميكي حتى هو سيتي كومبليكي باسكو مشيت نجيبو من سربيا وهداك الشيء وصورنا هذاك الفيلم وداز شويه ديفيسيل ولكن جي غيوسي افير هذاك الشيء اللي بغيت درتو وزاد فتح لك بيبان وزاد فتح لك التلفازه بعدا فرنسا ديك الوقيته كان كيبان بان المشرفين سيتي لي ريسبونسابل على الانتاج سواء في التلفازه او لا في السينما بداو كيثيقوا فيك ايوه في ديك لا بيريود قالوا هذا واحد الولد مغربي مغربي كبر في فرنسا نراهنوا عليه سيتيغ اون فاميزي سور 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 لو تالون ديال هذا الولد قبل الفيلم الطويل الاول لو غون فواياج درتي واحد التيلي فيلم اولا درتي بعدا ديجا هذا لو دوزيام تيلي فيلم اللي عملتي تمشى مزيان في فرنسا عرفتي شنو هو بوتي بان فيه النجم سامي النصيري نتبعوا واحد المقطع منه ايوه
Au passeport, s'il vous plaît. Merci. On est de loin comme ça. D'Amsterdam. Anvers. Bon. Dis donc, elle fonctionne de charbon ou quoi, votre voiture, là? Non, c'est rien, monsieur. C'est juste une durite. Elle a pété le prochain garage. Je vais m'arrêter, je vais le changer. Bon, vous n'avez rien à déclarer? Non, du tout. Bon, ok. Bon, vous pouvez filer, mais faites réparer ça très vite, hein. Pas de problème, monsieur, merci. Allez. Au revoir. La boîte. C'est Ismaël. D'ailleurs. فكرتك ب يا فكرتي كاسامي الناس اللي تسوى مازال جوان اكد متى جوان فيها الانرجي وكذا هذا التيلي فيلم هذا كان داز في ارتي ياك كان حقق نجاح في فرنسا وهو اللي فتح لك الباب رسميا اوفيسيلمون باش تبدا صافي تقول انا جا الوقت باش انا ندير البروميير لون ميتراج ديالي فيلم طويل سينمائي ديالك اللي هو لوغون فواياج هنا في بوتي بان سي اسماعيل كان سامي الناصري كيبان بانهم واحد الممثل اللي جاي غيدخل للساحه وغيكتسح الساحه كواحد النجم ميستار مغربي في فرنسا ولكن من بعد غبر هو وبقيت انت شويه مورا وغبرتي حتى انت بغيت ندير واحد داك اكسبيرونس ديال بغيت ندير ان فيلم شويه بوليسي هادشي اللي عجبني في هذا قلت جو فيغيسي هاد الاكسبيرونس دونك سيتي اون تنتاتيف وعجبني وداز داكشي مزيان ولكن مازال الباب مازال ما تحلت مازال ولكن بورا في التلفزه وي التلفزه وي هذاك هضرنا على ان انكوني كان كو برودكتور ارتي وفي ارتي كان واحد السيد سميتو بيير شوفالي وعجبو هذاك الفيلم وانا قلت له جابري بيان فير اون اكسبيرونس ديال بوليس فيلم بوليسي قال لي واخا وعاونني باش زعما دخلني في هذاك الشيء باش نكتب وكتبت وقرا وعجبو ودرنا هذا الفيلم واخا لو غون فواياج قبيل وحنا كنهضروا عاد وصلنا لغون فواياج غون فواياج الرحله الكبرى هنا جا الفيلم اللي خلانا نحلموا نقولوا بان واحد الاسم مغربي كبير جاي يدخل من الباب الكبير ديال 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 السينما طريقه المعالجه ناجحه كيفاش تريتي السوجي رود موفي حقيقي كان فيه الرحيل محمد مجد لعب الدور ديال 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 لو بير الاب ايميغري المهاجر اللي مع ولده رضا الدور لعبو نيكولا كازالي الرحله من اوروبا لمكه الحج من فرنسا لمكه من فرنسا لمكه جوج ديال لي جينيراسيون ديال الاجيال الاب والابن صعيب عليهم انهم يتواصلوا بجوج ولكن هذا الفواياج هذه الرحله هي اللي كتخليهم يبداو يعرفوا يفهموا يقربوا واحد من الاخر واللي خلى هذا الفيلم ينجح هو انه في نظري انا هو ان الموضوع ديال الفيلم قريب ليك حيت انت شفتي ناس او تعيشتي مع ناس قرابين ليك اللي كانوا كيديروا هذا لو غون فواياج شوف قبل ما نخليك تهضر عليه نتبعوا حتى واحد الشريط التقديمي ديالو ترى تمشي معايا نهار الحد ان شاء الله غتمشي Je peux pas partir comme ça. J'ai mon bac à passer, j'ai déjà raté une fois. C'est ma dernière chance. وقف وقف ترتاح شوية أنا شوفان شو بس تجيني شو سيك توي بيرو توي Préviens le lycée, je dois m'absenter quelque temps. T'as pas vu mon portable ? Comme on raconte 10 km par an. Quoi ? Pourquoi t'as pas pris l'avion pour faire ton pèlerinage ? Je m'excuse, papa ! Ça fait deux jours qu'on mange des sandwichs aux œufs et toi tu distribues les billets. Je
que c'est comme ça que tu vas le finir tout seul ton voyage. ملي غادي نوصلوا لدمشق غادي نبيع الطوموبيل. انا بعدا كنعرف نتصرف ما غاديش نتلف. C'était Là, là, la période de gloire de Berber, hein? Ouais, belle période. Had le كنتي وصلتي صورتي حتى في مكه بيان سي ضروري ولكن غير لي فرقه غير ايكيب ريدويت ايكيب ريدويت كنا خمسه المكه هي اول حاجه يصوت في الفيلم قبل الباركور كامل هي انا كتبت السيناريو قلت دابا ولا ما نقدرش نصور مكه ما نقدرش ندير الفيلم لا بروميس خاصني نديرها هي الاولى سي سي باسكو سا ميتي اون جو تو الفيلم كنت هكا والحمد لله اون ا ريوسي شي حاجه هي باسكو كانت صعيبه تما ما اذا با لا بيت ما كانش في السعوديه ما مولفينش هذاك السينما مولفين في البازار وانا تنصوت يقول لي علاش داك صورتي قلت له ولكن الناس بقى يشوفوا قال لي مالك ما فهموش القضيه دونك سيتي تري كومبليكي درنا هذا الشيء اللي صورنا تما صورنا في نهار ونص ولكن دازت الامور الحمد لله مزيان الحمد لله والفواياج صورتيه منين من بعد مع مجد وكازالي ستيو على التورناج كان صعيب صعيب ولكن صعيب ولكن اوما تري اوما كلنا زعما مجموعين باسكو كي درتي خرجتي سي محمد المجدي من المغرب ويمشي صعيب ما كانش كيبغي يخرج ما كانش باغي يخرج كيبغي البلاد ديالو هو تيبغي البلاد يبقى في البلاد وما يخرج صعيب واحد الوقت قال لي خاصني نمشي خاصني نمشي للبلاد خاصني حتى نكملوا الفيلم حتى نكملوا الفيلم في تركيا حدونا الكاميرا زعما ديتو من بلغاريا تركيا بلغاريا تركيا سلوفينيا سربيا درنا طاليان هذيك الاول هذا الفيلم هذا قدمتيه في الفيستيفال ديال البندقيه فينيس وحصل على ليون دور جائزه الاسد الذهبي الافضل فيلم اول بري دو ميور بروميير فيلم يعني هنا قلنا بان اسماعيل فروخي بدا كيدخل للكلوب دي غون جائزه في البندقيه ومن بعد تعرض في تورونتو و ترشيح البافتا عرفتي شنو كيفاش انت عرفتي كي بديتي انت ولا الحمد لله كما قلت كما قلت هنا لا بيريود دو غلوار ديالك والمنتج اللي كان عاونك ضروري خصني نتكلم على المساله هو الكبير الرحيل امبير بالزون كرون مسيو بالزون واحد من بين المنتجين المناضلين لي ميليتون في السينما اللي عاونوا مخرجين شباب هذه الصوره ديالو كان مازال شويه حتى في السن كان مازال شويه مازال جون واخا هو راه مات جون مسكين ما كبيرش وعاون بزاف مخرجين شباب وعرب باش يثبتوا الوجود ديالهم من خلال تناول قضايا ملتزمه كان منتج ديال يوسف شاهين الياس سليمان يوسف نصر الله اسماعيل فروخي من مع الاسف هذا المنتج الكبير كما قلنا توفى ما انتحر انت عرفتي مزيان سي اسماعيل منين وصلك الخبر في ذاك الوقت وقعت لك الصدمه بالتاكيد ما عرفتش كيفاش كنتي تقبلتي هاد لانفورماسيون في ديك الساعه صعيبه صعيبه حنا دابا كنا مع الكون فواياج تنديروا بزاف المهرجان في الدنيا كامله وكنت فرحان وتناخذوا لي بري وداك الشيء كنا فواحد الانرجي زوينه هو يديماغي واحد الفيلم جديد وواحد الصباح انا كنت نمشي للبيرو كنت نهضر معاه واحد الصباح السكرتير عيطات لي وقالت لي لا فورماسيون قالت لك قال لها سي سويسيدي امبير سي سويسيدي انا تشوكيت ما عرفتش شنو قالت لي اجي مشيت خديت مشيت للدار مشيت للبيرو روينا تما سي بوندو مسكين كان فوالا كان هاد السيد عطى كل شيء للسينما كل شيء فريمون كان يبغي السينما النهار اللي قال لي اللي صورنا الفيلم قال لي هضرنا هضرنا قال لي يلا وضربني ايما طابي لا مان زعما ضربني قلت له ولكن خاصنا نديرو كونترا قال لي ماشي مشكل يلا ولكن كانت كلمه هذيك كلمه الكونترا تبغي الناس يعرفوها كيفاش قلت له خاصنا الكونترا وقال لي واخا وشنو بغيتي قلت له حاجه نستنيها وداك الشيء قال لي واخا خدا هذاك ديال الريستورون هذاك الناب شركها تاك وقال بين اسماعيل فروخي وامبير بالزون فيلم غران فواياج قال لي سني قلت له صاحبي هذا الشيء قال لي سني قال لي خدام هذا الشيء سنيت وطويت هذاك ديت الاجون ديالي بدا يتحرك قال لي شنو هذا ولكن هو راه دايرها وكان عارف راسه لا هو كلمه عمري مشت كان عنده واحد الكلمه
سوليد 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 زعما لو كان كنقدر له الله انه يزيد يطول في حياتك وتزيد تخدم كنا غنخدموا كنا نوجدوا واحد اخر هادشي علاش كانت صعيبه وانا وبزاف الناس كانوا يستناو باسكو كان تخي كرون مسيو هذا السيد هذا دار شي 60 فلام ديال الافلام ولكن الفلام ماشي دي غرو فيلم الدليل هو لو غرون فواياج اللي سي اسماعيل سالينا ديجا لا بروميير بارتي الشطر الاول نساليوه ولكن مازال نبداو من هذه النقطه هذه حيت مازال خصنا نوصلوا لي زوم هذيك لي زوم اللي بغا نقول لك شي هضره وهي قبلها مني اييه صافي صافي قول لي قول لي بغيت ديجا دي بغيتي والله ياك تو سباس لا تري بيان كوم بريفو تري بيان ميو كو بريفو ميم ميو واه غراس ا توا الله يحفظك مرحبا بك سي الله يحفظك خويا نساليو الشطر الاول ونتلاقاو بعد قليل صباح نلتقي بعد قليل ترحيب بكل من ينضم في الشطر الثاني من الاف بي ام اليوم معنا المخرج ديالنا سي اسماعيل الفروخي الدارجه ديالك راه تطلقات مزيان في لا بروميير بارتي في الشطر الاول دابا واقيلا ها صافي غنطلق راسي دابا شوف دابا نمشيو نكملوها اصلا دابا نترك هاد المده الاخرى راك في الدار البيضاء كتجلس في الدار البيضاء بزاف ايوه بزاف يعني الدارجه خدامه دابا خدامه دون لوبليغاسيون دو لا لا دار هي لا لا ضروري واخا نمشيو نكملوا كنا بقينا مع 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 لو غون فواياج والمنتج الرحيل امبير فالزور اللي انت كنت كتربطك به واحد العلاقه اللي كما قلنا اللي قويه هاد المرحله ديال اللي جات من بعد لو بري ديال فينيس تورونتو بافتا هاد المرحله كيبان لي انت سي اسماعيل ما استغليتيهاش مزيان يعني لي غوتومبي ديال ما كاين الناس اللي كيكون عندهم غير اون دومي غير ربع اوكازيون وكيردوا منها شي حاجه كبيره انت بالطبع ديالك ما انت ماشي شي حد اللي كيمشي يجري على الفرص ولا ما استغليتيهاش مزيان لان من بعد كل شيء ولا باغي في واحد المرحله ولا باغي يشتغل معاك بالخصوص في الفيلم الطويل الثاني ديالك لي زوم ليبر الرجال الاحرار كاستين كبير شكون كان ميكائيل غزدال كزا طهرايم طهر رحيم طهر رحيم كان لبنى كان لبنى زار لبنى زبر وكان محمود شلبي محمود شلبي فلسطيني في ايه اه هو اللي هذه كانت في لامونتي دي مارش هذه في لامونتي دي مارش كان اي مع فابيان فونيي لا برودكتريس لا برودكتريس كراند بيراميد ياك اه بيراميد بيراميد مازال كاين بيراميد ديسيدي لا بيراميد بيراميد مازال وي بيان سور ولدها اللي شاد دابا سي سون فيس روبان اللي شاد لا برودكسيون كيما قلت لك كاستين كبير ولكن الفيلم كيف ما كنا كنحلموا به ما جاش كيما ماشي بحال لو غون فواياج سي الفيلم الكاستين كبير ولكن الفيلم خليني نقول لك ما كانش كبير الفيلم ما لقاش ديك النجاح اللي كنا كنتسناوه من بعد لا ديستريبيسيون ديالو علاش اسماعيل علاش كاينه واحد يا ان ريزون تري تري فورت انا بور موا دابا انا هاد لو سوجي هذا نهار اللي جي ديكوفير واحد لا بريس كان دو فراز ولا تخوا فراز في نوفل اوبسيرفاتور تيهضروا انا قلت كيفاش كانت هاد القضيه ومشيت ندير لونكيت نمشي نقلب هذاك الشيء جي ديكوفير واحد لو موند عمري ما تفكرت على الناس كانوا تما كانوا المغاربه جزائريين عايشين تما وعندهم الكاباري وكان الجامع وكان كان السبيطار وكان بزاف حوايج انا عمري انا قريت في فرنسا عمري ما سمعت هذا او دونك هضرنا مع لا برودكسيون قلت لها زوين هذا الفيلم خاصك ديرو قلت لهم المهم خاص نديرو انا ما عارفش انا قريت انا وما عارفش هذا الشيء وجات صعيبه باسكو هذا لو سوجي سونسيبل دخلت واحد لو سوجي سونسي سورتو فديك الوقيته سورتو بهذيك الوقيته الوقيته وانا كان عندي بورتون دو زيستوريان خدام مع دو زيستوريان واحد سميتو بنجامين ستورا معروف هو سبيسياليز على افريك دي نور واحد والاخر سابيل باسكال بوتروما هو سبيسياليز ديال الاسلام دوبي 10 ans خدام هذاك هما اللي جمعتهم باش نحيد المشاكل وهذاك جي يو دي غرو بروبليم الناس كي تيقول لا هادشي فري هادشي فو هادشي كل واحد واش تيقول الناس ما باغينش هادشي يدير وزيروني شويه وانا تزيرت بقيتيش لا كونسونتراسيون انا هذيك لا ليبرتي ديال السينما حيت بقيت ليستوريك 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 لي في هيستوريك كي سون افيري ما يكذبش منتري كاع الشيء اللي قدرت في الفيلم كلشي كان افيك دي اون بي لي فيريفي هادشي فيريفيابل دونك كتمشي انت وليتي كتركز مع التاريخ اكثر من انك تكون
des hommes هو الفيلم لي زوم ليبر ولكن انت ما بقيتيش رياليزاتور ليبر اكزاكتومون هادشي كتكون خايف من انه تكون يقولوا لك ليكتور غالطه ديال التاريخ ما بقيتيش هاد النوع ديال الضغط وهاد النوع ديال لي سوجي كيديروا الضغط بيان باش يفهموا معنا الناس كما قلت لك النيه المزيانه انت في الاول كانت نيه مزيانه ولكن النيه مزيانه بوحدها ما كديرش فيلم مزيان بزاف بحال الرحله الكبرى لوغون فواياج كان باين بانك tu t'es évadé يعني ارتاحيتي كدير داكشي اللي باغي وخا صعيب التوناج ولكن لو ريزولتا باين هنا النيه المزيان ما كديرش فيلم كبير فيلم كيردنا لواحد الحقبه ديال الحرب العالميه الثانيه بالنسبه للناس اللي كيتبعونا باريس تحت الاحتلال وانت حاولتي دير فيلم على تاخي التسامح والدور ديال المسلمين في الانقاذ ديال اليهود خلال الفتره ديال الاحتلال الالماني كان عندك كاسين كبير كانوا كيبانوا بانه كاينين دي مويان كبار ولكن ديك لينيرجي ديال اسماعيل فروخي في لو غون فواياج مشات في لي زوم ليبر اللي كان تقدم في عرض خاص سبيسيال في مهرجان ديال كان ولكن مع ذلك على المستوى ديال الاخراج وعلى المستوى ديال طريقه التناول وحتى التريتمون في السيناريو في الاخر هاد الخلطه هادي ما مشاتش الامور مزيان لو كان نرجعوا للور شويه سي اسماعيل واش غتختار نفس الموضوع وبالخصوص واش غتختار تخدم على هذا الفيلم كيما درتي من قبل لا انا دابا هاد ليستوار كون كانت كنت شي حد هضر عليها ولا شي هيستوريان انا كنت لازم على السوجي دابا ما كنتش مرتاح مع الموضوع كنت ديرانجي دونك حسيت بحال درت ندير اني غادي يجمعوا هذاك الشيء وغادي دونك غادي نبقى باش J'avais ce travail à faire pour les jeunes, pour Anna, c'est devenu qu'un film au début, qu'un film cinéma et fiction, britannique de Clancy, où là, devoir de mémoire. Hachili, aujourd'hui, devoir de mémoire, vous savez, Hachir, tu as admis que j'ai dans le maïa. On dit deux historiens, on dit documentalistes, coucher, blinder les informations, on a redamé des informations. Donc, c'est, bah, avec la liberté des Britanniques, je sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. T'es à Paris depuis combien de temps? 1939, monsieur. Et les ravitaillements, c'est pour qui? Pour moi. Tu mens. Je te propose un marché. Tu nous rends service et on te laisse continuer ton petit trafic. Je veux un rapport sur tous les visiteurs étrangers à la mosquée. Tu vas surveiller les entrées et les sorties de toutes les personnes qui rendent visite au directeur. Je te vois souvent à la mosquée, mais jamais dans la salle de prière. Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais pas te mêler à ça. Je me bats aux côtés d'un groupe de résistants. Pourquoi tu fais ça? C'est pas notre guerre. Pour la liberté, aujourd'hui ici en France. J'étais au courant depuis le début. Par contre, je ne savais pas qu'il s'intéressait à Salim. Salim Alani, dépêche-toi. C'est des faux papiers pour une famille des gens de chez nous qui sont en danger. Je vais pas prendre de risque pour des gens que je connais pas. Allez, j'ai déjà assez de problèmes comme ça. Fais-le pour moi. Mais ces enfants sont juifs. Ces enfants sont nos enfants. Vous auriez dû me prévenir. Vous mettez la mosquée en danger. Mais qu'est-ce qui vous a pris, hein? Tu as été dénoncé. On sait que t'es juif. Si, Ismaël. كيما بينه لي مويان كانوا فيلم ديبوك عرفتي ولكن كما قلتي انت كترجع بحال دوفوار دو ميموار اكزاكتومون وهذه كتصعب شويه الخدمه وكنتي خديتي عليه جائزه في ابو ظبي ياك في ابو ظبي خديت شي جائزه مي سي فري سي با ولكن انت كيف ما كنت غير باش يفهموا معنا الناس ملي كنقولوا بانه ما كانش بنفس القوه ديال لو غون فواياج هنا راه كنهضروا على واحد النيفو هنا الفوق بيان سور ما كنقارنوش بداكشي اللي داكشي راه كثير المهم مازال نوصلوا واخا من بعد في الوقت اللي تسنينا سي اسماعيل فروخي يصحح ويوجد راسو ويرجع غبرت علينا واحد المده ورجعتي في 2020 بميكا هاد ميكا باين عزيز عليك لو بروجي بيان سور بيان سور شوف عزيز عليك مرحبا عليك اي ديك الوليد خلاص مازال نزيدو نتكلموا عليه زكريا اينال اينال هذا الولد ما عمرو عمل السينما اول مره في السينما شحال خديتي الوقت باش تكوتشي
ماك ماشي بزاف ماشي بزاف لا لا خديت الوقت باش نلقاه هذا الفيلم دايوغ هذا الفيلم انا كنت شخصيا في اللجنه ديال التحكيم ديال الفيستيفال ناسيونال مهرجان الوطني للفيلم في طنجه وخدا جوج ديال الجوائز كان بامكاني ياخذ ثلاثه ثلاثه خدا المونسيون ديال زكريا اييه بغيت نعرف بعدا سمعت بان الفيلم كانوا فيه مشاكل في الانتاج تقدر هذا الفيلم ديالي صحيح بعدا ولا والو لا لا ماشي لا هذا الفيلم هذا أول لا اول حاجه هذا لا حيت كان في واحد الوقيته كان خرج واحد البابيي واحد الرساله من المركز السينمائي المغربي هضروا على انه ما عندوش لا كاتريام ترونش في الانتاج ما عرفت دابا مازال واقيله مازال هادشي اللي سمعت مازال وانا عندي علاقه مع داك الكاتريام ترونش هادشي علاش مي كيفاش عندك علاقه؟ لا عندي سي مون سالير سافي بارتي دي ترونش انا تخلص من الترونش باش نحيد المشاكل انت مازال ما تخلص ما خديتيش السالير ديالك انا ان كارد دو مون سالير فوالا دونك كاتريام ترونش ما فهمتش هاد القضيه شنو طرا اكزاكتومون وداك الشيء لكن هذا الفيلم هذا باش نقول لك زعما هذا الفيلم قلت غادي نديرو دغيا هذا الفيلم غابيد كنا في 2015 انا بديت هاد ليستوار وداك الشيء قلت صافي 2018 نصورو ولا 17 2018-19 نسى عليه ندوز لحاجه اخرى فوالا ندير حاجه اخرى سوف كو جيتي شوكي علاش اول حاجه في فرنسا ما عطاولوش فلوس ما فهمتش علاش دابيتود تيعاونوني شويه بالضبط هذا الفيلم كما كانش المركز السينمائي المغربي ما نديروش هادشي علاش المهم هذا سكو جدي لا تري امبورطون غراس او سي سي ام تندير هذا الفيلم المركز السينمائي المغربي بزاف على هذه مهمه غراس المغرب اي ماجوريتي هي ابري خدينا افاك دينا الدوحه الصناديق ديال شي لعيبات فوالا وجاو مورا داك الشيء جاو سميتهم لا سنارتي الحمد لله مراد الشركه الوطنيه ابري جاو اورانج جاو ولكن ساليت الفيلم سالا هذا المهم كان حاصل الفلوس من الاول باش تبني الفيلم ندير له ماكسيموم دونك خدا الوقت اللي ما جاي با بريفو خدا بزاف الوقت خدا خمس سنين ولا ست سنين الوغ انا قلت غنديرو دغيا دونك كانت شويه صعيبه وكان الدري خاصني نلقى هذاك الدري كان صعيب علاش كان خاصو يكون الدري جا من العائله بوفر مسكين زعما و تيلعب التنس وهذا الشيء ما كايناش الدراري تيلعبوا التنس ما يمكنش يجيو من لي كارتي بوفر لا الفامي بوفر الدراري خاصهم يلعبوا التنس نورمالمون عندهم واحد النيفو سوسيال مينيموم وهذا انا ولد الكاريان اللي خاصو دونك باش قلت منطقه شعبيه صعيبه باش تلقى الدري وقلبت في كازا ما لقيتش قلبت في الرباط ما لقيتش مراكش مشيت ما خليت فين نمشي وقلت صافي واقيلا هذا الفيلم هذا سي ان سيني ما نديروش و لو ديرني كي جي فو هو ولد قنيطره وانا زدت في قنيطره هو هذا الوليد هذا اي دونك هذا ركزت في لو ديرني في قنيطره اي في قنيطره وقلت كيفاش حتى رجعني فين زدت انا باش نلقى الدري سيتي فيزا وطلعت معاه قلت هو هذا الدري صافي حن. دابا خصنا نديرو هذا الفيلم ضروري نديرو بالفلوس ولا بلا فلوس نديرو ونطلب من المخرج وحنا كنتكلموا يدوزنا شهر تقديمي واخا كنهضروا اولا عرفتي شنو نشوفوا طريف من شهر تقديمي ميكا درهم ميكا درهم تا هو ميكا سلام شوف اولدي هاد الخدمه غتعاوننا وتعاون طاقوتك تكملوا قريتهم هذا البيت ديالك تصبح على خير الو هذا هو الدري اللي غادي يعاونك هو هذا سي سليمان عيط لي انا ميكا ميكا بحال اللي ساكون بلاستيك نبيل سي بون تي بخي اش كدير انا يلا تي با فاتيغي ابري تا جورني توا انا ملي تنتريني تنس مزيان غادي تريني منين جيتي تنتريني مع لالا صوفيا اش كتخربق واش بغيتي تجبد علينا المشاكل هوب تشا كيك شوز دو غاغ راه قافز عائلته ما فحالهاش وهادشي اللي كتب الله هما معولين على الخدمه ديالو وي جيت انسكري على بنتالون ان تورنو اماتور بوغ لي جون دو موان 14 ans كيس كيفي لا نوي ما عندك ما دير معانا هنا غتورن دو كونتخواغا Il a toutes les capacités pour devenir un grand joueur.
سليماني ساق الخبر غادي يجري عليه. سي اسماعيل في ديال ميكا التنس سي ان سبور وسيله باش بنادم يقاد الوضع الاجتماعي ديالو من خلال القصه ديال الطفل الصغير. انا بالنسبه ليا الموضوع المعالجه فيه الموضوع المعالجه فيه يعني كلاسيكيه كاين هادشي وي من بعد تعب اقصاء تهميش الفقر يقدر الانسان يوصل الى خدم واجتهد وهذه مواضيع كما قلنا متداوله في السيناريوهات الكلاسيكيه، ولكن اللي زوين هو انه انت عطيتيها لي بيمون العطريه ديال انا وليت كنقلبك على شي درجه ديال فروخي ايوه على مستوى الاخراج لا ميزون سين اي سورتو وبالخصوص على الاداره ديال واحد الممثل الطفل اللي كانت اول تجربه طويله في, 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 في السينما بالنسبه ليه هو. وكتقول لي بانه الفيلم ما خداش بزاف ديال الوقت من خاص تخليتي وقت باش انك تلقاه، ولكن في الفيلم بان مزيان. انت اللي كنتي مكلف به كنظن خديتي الوقت الكافي ديالك. كنظن لو كان هذا الفيلم هذا لي مويان كاينين كان يزيد يكون يزيد يطلع المستوى الفوق. لا ميزون سان بزاف حوايج كنت بزاف حوايج اللي خليتهم دو كوتي قلت ما كانش الوقت. درنا 3 سمان والدراري كانوا بزاف الدراري الصغار ما عمرهم ما تمثلوا خاصني ندير وانا ما عنديش في التورنا ديالي ما ناخذش لي كوتش ولا شي ناخذ بوحدي مع لي زاكتور تنبغي هاد لا كونيكسيون ديريكت و دونك فوالا سيتي با فاسيل باش هاد الدري كان الفيلم كامل فوق كتافه هاز الفيلم فوق كتافه من الاول حتى خدا الصالير ديالو بيان سور وانا بيان سور لا سيتي امبورتون ياخذ الصالير ديالو خدا وفرح والوالدين ديالو فرحوا ودابا تعلم الفرنساويه باسكو هو بحال ميكا هو فري ميكا ماشي اه فري ميكا معكم السيكغات السيكغات راه كان شادي العام اللي فات لهنايا هذا كرون اكتور ماروكا هذا تري كرون اكتور ماروكا بقينا امي دوبوي هذا جي لا شونس انكور اون فوا ها دي كرون اكتور ماروكا يا دي كرون اكتور واخا انت بديتي في فرنسا ورجعتي ل دابا للمغرب في المده الاخرى كتعيش بزاف هنا في الدار البيضاء وشفتي الناس ديال الميدان ديال السينما من قريب هنا في البلاد كيفاش كيبان لك الدومين هنا سي اسماعيل؟ كيفاش تيبان لي الدومين؟ انا كونكريتمون في هذاك الترافاي ديالي جي روماركي كاين شي حوايج انا ما نديرهمش وتيديروهم هنا ما بغيتش نبدل هذه القضيه انا بغيت نبقى كيما اه وي سورتو با فوالا بغيتش دونك تندابز دي فوا باش ندير هاك اللي بغيت ولكن الحمد لله تندير الحمد لله مي كاين شي ديفورماسيون ماشي كاين شي ديفورماسيون شفتهم ماشي تو الموند مي راك تولفوا شي لعيبات اللي كي غالونتيز كي كومبليك كي امباش تكونسونتر في هذاك كيعقدوا الامور وا ماشي كيسهلوا ماشي سهلوا فوالا نزيد نوضح لك لا كيسيون لونفيرونمون البيئه ديال لا برودكسيون سينيماتوغرافي البيئه ديال الانتاج السينمائي في المغرب راه مبدله على اوروبا وخاص الانسان يكون واجد باش انه يتكرفس واش انت مستعد تكرفس سي اسماعيل وتصبر في الفيلم انا تتكفرس كامل تتكفرس شويه اللي راه ديجا راه حلم لا في الفيلم صراحه سي سا لا كيسيون هذيك في الفيلم لا في ديجا في لونفيرونمون ديال لا برودكسيون في المغرب مبدل لا انت ملي كنت بديتي تخدم معك امبير بازون معك بيراميد باغ لا سويت هادشي راك عارف هنا المهم راك جربتي في لا جربت لا لا النيفو هنا في الانتاج مشكله دابا انا قلت دابا غادي بغيت ندير الانتاج دابا ماشي ندير الانتاج ولكن ما نبقاش في هذاك الشيء اللي لي زانترميديا لي زانترميديا وشي ثقيل وشي قلت او موان افونسي انا حتى نوجد هذاك الشيء ونلقى شي انتاج مع من غادي نخدم باش نبقى باش نبقى توجور في لا برودكسيون علاش سا بيرمي زعما دو فير الفيلم ديالك بلا ما تدابز نهار ما تضيع الانرجي في الهضره وهذاك الشيء او موان صافي من قبل كان لو سوتيان كان الدعم كثير من فرنسا لي بروجي ديالك واش حسوا بك بان القلب مغربي بزاف الدعم اللي كان عندك في الاول في الانتاج من فرنسا نقص بزاف او لا انا كنظن كو سي با
با انوسون ماشي بريء اش كيبان لك انت لا سي سيغ انا جو سي كسي با انوسون ما يمكنش تو لي غيشي يقولوا لي لا ما يمكنش فين تمشي تيقولوا لي لا الوغ كلهم كيعرفوك سميتك معروف كيعرفوني وعارفين علاش انت دير هذا الفيلم تنقول لهم شنو كلشي انا ما نكذبش نقول فري وشنو كاين ولكن كلشي كيقول لك وعيط باسكو جو في با سا عيط نقول لهم علاش كاسكو سي البروبليم قال لي كيفاش ما خديتيش لا لابشن بغات تاخذ في لا بوست برودكسيون اجي مشينا هذه في لا فرانكوفوني مشينا بوست برودكسيون زيرو مشيت زيرو دونك هذاك البرودكتور الزيفير ماري ماسمونتاي دوني كارو مال برودكتور فرنسا خرجوا الفلوس من جيبهم اه وي ايزون انفستي با بوكو بوكو باش يبقاو في الفيلم وهما حتى هما ما فهموش ما يمكنش وانت اون طونك ارتيست ماشي دابا عاد تبدل تمشي دير انو تريتمون اللي غيكون ما تقدرش ما يمكنش ما تقدرش شوف امبوسيبل كناسي في واحد الجنيه هاك عارف ما يمكنش واخا نمشي نعطيك تخوا فوتو ثلاثة ديال الصور وفي كل مرة نخليك تعلق نشوفوا الصورة الأولى هاد السيد هذا وي هذا بيير شوفاليي هذا يما بورتي بوكو دون هذا باسكو توفى حتى هو توفى رحمه سي غير باش يفهموا الناس حنا في المغرب تامنا كننتقدوا قلنا بانه الدعم نقص ليك في فرنسا سي با اينوسون ولكن كنعرفوا نقولوا للناس اللي واخا يكونوا فرنساويين كانوا كيديروا خدمه مزيانه كنعرفوا نقولوا لهم برافو اكزاكت هذا تري انتيليجون هذا بيير شوفاليي هذا هو اللي انستالا اللي حط اسس ديال سينما في ارتي هو جاب كاع المخرجين ديال السينما جابهم في ارتي كان تيشيني كان داك انا مي سيدريك كان بزاف داروا لي فيلم وبدات هذاك ولات بحال لوغ ايماج دو مارك داك ولاو يديروا بزاف هذا هو اللي جبد بزاف وديسكري وكان تدبز مع لو سياج ديالو وديسكري ديسكري عمرو ما يهضر عمرو ما ما يقولش انا درت انا بزاف السينما بزاف لا لا هذا السيد فريمون كنا اون ايتي بروش كان فريمون ان كرون مسيو لو شوا ديال لا فوتو ديالو مزيان واعره الله عندك سامتوش سامتوش فريمون سامتوش شوفوا الصوره الثانيه ارنا صوره اخرى اي هذا صاحبي هذا اي عندي لسه كبيره اول مره شفتك في حياتي صافي 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 لونتون سنوات هذه اول مره شفتك مع هذا السيد رشيد بوتونس وكنتي قريب بزاف واحد الوقيته كانوا قالوا الناس ياك ما بقاوش مدابزين انتوما مدابزين عمرنا مدابنا رشيد حياتك عارف مي هذا كان بحال اخ اخ كنا دوزنا في باريس ودوزنا هنا ودوزنا ما خلينا ما ندوزو هذا وبغي صافي شي عام ما شفتوش تنكتب له ولكن ما تلاقيناش مي توجور اون كونتاكت توجور بيان سور هو لا هو سي ريسترا توجور هو مازال في السينما هو شويه رجع للور اي شويه ما عرفتش دابا واش تيدير ولكن كان مازال في الاوديو فيزيوال ولكن في السينما مشى شويه بغي سي كالكان جو ريمري بيان روتروفي سي بغيت نجيب نجرو معايا في السينما عنده البوتنسيال وعنده ما يقول هو مقيم هنا في كازا في كازا دونك كي في كازا دابا ساكن هنا ودخل ديفينيتيف صافي شحال من عام كنبلغوا تحيه بيت سوربريز ها بيت سوربريز راه كيدوزوا صحابك هنا بزاف عاد كان عادي الفاضل غير اي عادي صاحبي هذا عادي سي واخا نشوفوا الصوره الاخرى اييه هذه هي كل شيء ياك هي كل شيء هذه اللي دخلتك السينما الوالده الله يرحمها ويرحمها ان هوماج لي كنت صغيره دو طاي كنت صغيره فريمون ولكن كبيره في كل شيء وكنت صغيره وتتشوفك من الفوق مكناسي مكناس الكلمه ديال مكناس وهذاك الشيء ديال مكناس لا هذو الناس لا هذه هي دوزت لك كل شيء هي دوزت لك كل شيء وتوفات غير في الصيف هذا الصيف هذا قبل من الزنزله دوزت جوج زنزلات الزنزله الاولى هي ابخي موراها جات الزنزله الاخرى مي فوالا الوالده كانت فوالا غراند دام تري غراند دام تري تري غراند حيت في الصغر كنت انت اللي كدير ليها لا تراديكسيون ترجمه انا كنت ندير ولكن من بعد مور ما خرج لو غون فواياج وهذه ملي شافت فرحات بك يعني فرحات وعرفت بان راه جبتها جنابيتي بروميير فوا سافي في السينما باش تشوف لو غون فواياج اول مره اول مره في حياتها شافت ديك ليكرون شافت ديك لاسال والناس سي تري تري ايموفون نمشيو نوصلوا دابا لا كاريكاتور اييه كل انفيتي عنده كاريكاتور انت عارف هادشي سي خالد الشرادي راه من سويسرا صيفط لينا واحد الكاريكاتور اللي خصك بها نخليك انت تقرا لا كاريكاتور ديالو وانت دير التعليق ديالك اها
Ah oui, ouais, bah c'est un peu... C'est magnifique. Un peu ah, yeah, c'est très joli. Ça, hein? C'est très clair. Ça m'a... Là où la crâne, elle chauffe-moi. Notre richesse, c'est ça. Hadia, la richesse d'Yana. C'est toutes nos appartenances. Nous connaissons Mokhrij, nous connaissons le cinéma, nous connaissons Hadji, fait partie, voilà, le Maghribi, Andy Malfansa, qui est de Wish Annan. Donc, ça. Mais c'est. C'est un grand voyage un... assumé. Ouais, complètement. Et, complètement. Et avec beaucoup de. Beaucoup de fierté. C'est Ismaël. Rien. راك رجعتي في الاخر انت كتهضر بالدارجه انا اللي رجعت غرقتيني في انا سيدي هذه راه كاسكيت شكرا اي البسها ياك اه بيان سور اوبليجي ضروري كومون اه كي جات اوب واو رجعتي جات هي هذيك صغر في العمر من رشيد بوتونس بوكو بلي جون لا لا بلي جون كو موا جو اه وي لا مي في سي اسمعي خويا امور في سليم On a essayé de faire le tour. درنا واحد جولة شوية. راه بلاصتك راه كاينة وتبارك الله عليك. الله يحفظك. ميرسي. Passager FBM. Chez nous, on fait ça bien ou là un peu. J'ai rien à dire. J'ai été même ému. On a chuté tracé parce que dans HM, moi, j'étais très ému sur certains moments. الله يحفظك. T'as dû le sentir. اسماعيل فروخي بالتوفيق. الله يحفظك. Merci beaucoup. إلى الملتقى. شكرا.